السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. طبعا أنا شرحت لكم قبل كده هون بسرعة كده هو الألنر نيرف إنجري، وأنا باخد الألنر نيرف. بس في كتب كده هون عندكم بتقول الألنر نيرف إنجري والميديان والريديان نيرف إنجري بالتفصيل، فعملت لكم فيديو كده هو منفصل، وكل واحد يعني أدرى بقى بشؤون جامعته حسب هم عايزين الكلام ده بالتفصيل ولا لا. الألنر نيرف إنجري يا جماعة يا ترى بيحصل ليه؟ أشهر حاجة دايما بيجيلنا بيها العيانين إسكار هنا هون كده هون، وطبعا إحنا بنفهم بقى إيه الإسكار ده هون. 99% بيكون محاولة انتحار. فكات وون ده اتز ليفل اوف ذا ريست، والانجري اوف ريست ده اشهر مكان للالنر نيرف انجري. بس ممكن برضو يحصل في فراكشرز بخبطه. الالنر نيرف معدي في حته حساسه قوي بيهايند ذا ميديال ايبيكوندايل على العظمه. فلو حصل فراكشر ميديال ايبيكوندايل او سوبرا كوندايل فراكشر اللي بيحصل هنا ده، سوبرا كوندايل فراكشر ده فراكشر بيحصل في اللور بارت اوف ذا هيومرس فوق الميديال واللاترال ايبيكوندايلز، عشان فوقيهم قالوا عليه سوبرا كوندايلر فراكشر. نبص نلاقي برضو في النوادر بقى قوي دي، يعني انا عمري ما شفتها الصراحه، لان العينين دول انا شفتهم كتير، ان يحصل كومبريشن للالنر نيرف في المنطقه دي اللي بيقولوا عليها كيوبيتال تانل. ايه الكيوبيتال تانل ده؟ بيقولوا ان فيه هنا وان فايبرس أرش ما بين الهيومرال هيد والألنر هيد أوف فليكس وكاربايال نيرس، والألنر نيرف وهو بيخرم الفليكس وكاربايال نيرس بيكون كلوز ريليتد لهذا الفايبروتندينيوس أرش. يقول لك الفايبروتندينيوس أرش ده بقى لو قرص وضغط وعمل كومبريشن على الألنر نيرف يعمل لك ألنر نيرف compression and ulnar nerve injury، ودي حاجة extremely rare. يا ترى لو حصل بقى nerve injury للulnar nerve ايه المانيفستيشنز بتاعته؟ المانيفستيشنز بتاعته حاجتين، motor manifestation و sensory manifestation. الموتور manifestation اول حاجة على طول هتقابلنا دي بقى شكلها غريب قوي، بقت عامله زي المخالب. طبعا دي تبقى عامله زي المخالب دي خدناها في الانجري اوف ذا لور ترانك اوف ذا بريكال بليكس قبل كده هون، ودي بتعمل حاجه اسمها كومبليت كلو هاند، واخد الصابع كلها. لكن في الالنر نيرف الكلو هاند بتبقى ليميتد للليتل والرينج فينجر بس. ليه الاندكس والميدل فينجر سلام؟ طبعا يا جماعه في الالنر نيرف انجري هيكون في باراليسز للانتروسيال والميديال تو لامبريكلز بس. طبعا انتوا عارفين اللامبريكلز والانتروسيال دي اللي بتحط ايديك في الرايتنج بوزيشن اللي هو فليكشن في الميتا كاربوفالينجال جوينت واكستنشن في الانتر فالنجيال جوينت. لما بيحصل باراليسيس للانتروسياي وللامبريكلز المفروض تحط ايديك بالعكس، يحصل اكستنشن للميتا كاربو فالنجيال جوينت بالاكستنسور ديجيتورام، ويحصل فليكشن للانتر فالنجيال جوينت بالفليكسور ديجيتورام سوبر فيشياليس اند بروفاندس. اصل هنا بقى يا جماعه خدوا بالكم ايه المصل والانتاجونيست بتاعها. الميتا كاربوفالينجال جوينت دي اللي بيعمل لها فليكشن اللامبركز وانتروسياي، فمين المصل الانتاجونيست المعاكسه ليها اللي بتعمل اكستنشن؟ مين اللي بيعمل اكستنشن للميتا كاربوفالينجال جوينت؟ الاكستنسور ديجيتور. طب اللامبركز وانتروسياي بتعمل اكستنشن للانترفالينجال جوينت، مين المسلز العكسيه بتاعتك الانتاجونيست؟
اللي بتعمل فليكشن للبروكسيمال انترفالانجيال جوينت الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، واللي بتعمل فليكشن للتيرمينال فالنجيس عند الديستال انترفالانجيال جوينت دي الفليكسور ديجيتورم بروفاندس. فانت اول لما يحصل لك باراليسيس لامبركز وانتروساي الانتاجونيستك ماسل هتاخد اللمه في اتجاه، يبقى في اكستنشن ميتا كاربوفالنجيال جوينت وفليكشن في الانترفالنجيال جوينت بالفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس وبروفاندس. بس اقف عندك اللاترال تو لامبركز بتوع الاندكس والميدل فينجر دول سبلايد بالميديان نيرف، فدول مش هيحصل لهم كلوينج، ويبقى الكلوينج بقى في مين؟ في الليتل والرينج فينجر بس اللي هو الصباع الخامس والرابع الميديال تو فينجرز. في هنا حاجه هتحصل غريبه قوي، دول اتنين عيانين يا جماعه عندهم النر نيرف انجوري، بس العيان ده عنده الصراحه النر وميديال الاتنين مقطوعين، بس انا ماليش دعوه خليك في الايه في الصباعين دول، هم دول بتوع الالنر. هنا في ديفورميتي بتاعت الالنر نيرف انجوري، وهنا هي في ديفورميتي في الالنر نيرف انجوري. مين المور سيفير ديفورميتي يا جماعه؟ الديفورميتي هنا سيفير قوي 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 قوي، الفليكشن جامد جدا للليتل والرينج فينجر، بينما هنا الفليكشن قليل قوي للليتل والرينج فينجر. ليه يا جماعة؟ الانجري ده عند الليبل اوف ذا ريست، بينما الانجري ده اوف النر نيرف عند الليبل اوف ذا البو، وانت كده مستريح. وهل هذا هو المتوقع؟ المتوقع الصراحة في اي نيرف في الدنيا انجري، كل ما الانجري بيكون بروكسيمال يعني اعلى، الديفورميتي بتكون اشد والمانيفستيشن بتكون اشد. لكن ان انا عندي الليفل اوف ذا ايلبو الديفورميتي هنا وان تبقى اقل من الانجري عند الريست اللي هي اكتر، ده كده يبقى عكس المتوقع. الطب كله يا جماعه اما تلاقي حاجه عكس المتوقع دي يتقال عليها بارادوكس، ودي حاجه مشهوره قوي في الالنر نيرف انجري اسمها النر بارادوكس. ايه الالنر بارادوكس ده؟ انجري عند الليفل اوف ذا ريست الديفورميتي فيه اشد من الانجري ات ذا ليفل اوف ذا البو. ليه؟ لان انا قلت لك اللي بيعمل فليكشن الانترفالنجيال جوينت ده الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس وبروفاندس اللي بتاثر على التيرمينال فالانجيس، صح؟ فعند الليفل اوف ذا ريست الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس سليمه في جميع الاحوال لانها سبلايد بالميديان نيرف. في الانجري عند ليفل اوف ذا ريست الفليكسور ديجيتورم بروفاندس الميديال هاف بتاعها مع انه سبلايد بالالنر لكن سليمه، لان الليفل اوف انجري دي بعيد ديستال، الميديال هاف فليكسور بروفاندس بتاخد النيرف سبلاي بتاعها بروكسيمال قبل النيرف انجري. فعند الليفل اوف ذا ريست انت الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس عامله فليكشن للميدل فرنجيس، والفليكسور ديجيتورم بروفاندس الميديال هاف بتاعها سليم لسه عامل فليكشن للتيرمينال فرنجيس. فتلاحظ كده في فليكشن للتيرمينال فرنجيس وللميدل فرنجيس بالسوبرفيشاليس والبروفاندس. لكن لو عالي يا جماعه الليفل اوف انجري وبقى بروكسيمال عند الالبو كده النيرف سبلاي بتاع الميديال هاف اوف بروفاندس اتأثر، والميديال هاف بروفاندس بقت بارالايزد، ونتج عن ذلك لوس اوف فليكشن اوف ذا تيرمينال فالنجيس، وبقت الديفورميتي بتاعتك بالفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس بس، لان البروفاندس اللي بتعمل فليكشن للتيرمينال فالنجيس بقت بارالايزد، فبقت الديفورميتي عند الليفل اوف ذا البو اقل من الديفورميتي عند الليفل اوف ذا ريست، وده اسمه النر بارادوكس لانه عكس المتوقع عكس اي نيرف انجري عندنا في الجسم كله. اي نيرف انجري في الجسم كله كل ما كان الانجري بروكسيمال المانيفستيشن تكون سيفير، ده بقى
الانجوري اما بقى بروكسيمال بقت الديفورميتي اقل وليس سيفير، فبقت بارادوكس. بارادوكس يعني عكس المتوقع. العيان ده طبعا تحفظ عينيك دايما الديفورميتي، لان دي اكتر حاجه بتيجي في الام سي كيو. فطبعا البارشال كلو هاند دي انلر نيرف انجري على طول، ودي نتيجه باراليسيس اوف لامبريكلز والانتروسيال. طبعا العيان ده هيجي له باراليسيس في كل المسلز اللي سبلايد باي النر نيرف ان ذا هاند. وطبعا انا كنت قلت لكم دايما تحفظوا المسل سبلايد بالالنر نيرف في الهاند بان الديب برانش اوف النر بيلف اللفه دي. يلف اللفه دي بيغذي مين؟ اول ما بيخش في الهاند بيغذي الهايبوسينر ايمننس، ثم بيغذي كل الانتروسياي بالمر ودورسال، ويغذي بس الميديال تو لامبريكلز اللي سبب الكلوينج ده هو، لكن اللاترال تو لامبريكلز دول سبلايد بالميديان، عشان كده الصبعين دول ما بيتاثروش بالكلوينج، وممكن اعمل فيهم رايتنج بوزيشن الصبعين دول عادي. طيب اخر مصر بقى سبلايد بالميديان نيرف مين؟ بالالنر نيرف مين؟ العضله دي اللي هنا هون اللي اسمها الدكتور بوليسز. العيان بقى ده هو نتيجة باراليسيس ده هذه العضلات كلها هيحصل له ايه؟ برضو خدهم بالترتيب على فكرة. هيحصل هنا يا جماعة باراليسيس للعضلة دي اللي بتعمل abduction of the little finger، هيحصل loss of abduction of the little finger. تقول له ابعد كده الصباع ده عن زمايله، ما يعرفش، يقول لك ما اقدرش يا دكتور. طب ما كمان بقى في باراليسز للجماعه هنا اللي في نص الهاند، الدورسال انتروسياي. الدورسال انتروسياي اللي بيعملوا ابدكشن اوف ذا ميدل 3 فينجرز، العيان ده عنده لوس اوف ابدكشن اوف ذا ميدل 3 فينجرز، مش هيعرف يعمله. العيان ده عنده باراليسز لاثنين ابدكتور، abductor digit minimi with loss of abduction of the little finger و dorsal interossei leading to loss of abduction of the middle three fingers. وعنده loss لاثنين abductor. loss of mean loss و paralysis لل palmar interossei. ال palmar interossei اللي بيعملوا abduction of the medial four fingers. فباراليسيس اوف بالمر انتروسياي ليدنج تو لوس اوف ادكشن اوف ذا ميديال فور فينجرز ولوس اوف ادكتور بوليسيس. باراليسيس اوف ادكتور بوليسيس ليدنج تو لوس اوف ادكشن اوف ذا سم، العيان ما يعرفش يعمل ادكشن. اكيد العيان ده هو مش هيقدر يعمل رايتنج بوزيشن، مش هيقدر يعمل رايتنج بوزيشن في الميديال تو فينجرز اللي اللامبرتس بتاعتهم مع الانتروسياي بارالايزد، لكن يقدر يعمل لك رايتنج بال صبعين دول اللي اللامبرتس بتاعتهم سليمه اللي هم اللاترال تو لامبركلز والاندكس والميدل فينجر، يقدروا يعملوا رايتنج بوزيشن. اكيد المسلز البارالايز دي كلها بتخس، بيحصل wasting of muscles، وبرضه احفظ كده اللفه اللي انا بقول لكم عليها وتحفظوها. ده في wasting في الهايبوسينر ايمننس، وفي wasting في البالم والدورسم اوف ذا هاند، وفي loss of adductor bolices. wasting بقى بيبان حلو قوي على الدورسم اوف ذا هاند، قول له اقلب ايديك. ده يا جماعه منظر الويستنج دايما بقارن الناحيه السليمه بالناحيه الديزيزد. فقارن كده هو انا اهو في البالم اوف ذا هاند، شايف الهايبوسينر ايمننس بالجنج وحلو ازاي، وفي هنا وان ويستنج وفلاتننج، مش عامل بالج كده زي الهايبوسينر ايمننس العاديه، فلاتننج في الهايبوسينر ايمننس وفي البالم اوف ذا هاند وفي العضله دي، شايف البالج بتاعها هنا ده، وده ويستنج اوف الدكتور بوليس. قول له بقى اقلب ايديك، يقلب ايديه. شايفين العضله دي اللي هي الفيرست دورسال انتروسس ماسل ناحيه الصم بالجنج ازاي؟ هنا تلاقيها مقوره كده وكونكيف خس خالص. شايفين العظم بارز هنا ازاي يا جماعه؟
والعظم بارز ليه؟ عشان العضلات اللي في النص هنا هو ويستد، ويستنج اوف دورسال انتروسياي، تخلي كده الحته دي مقوره ما بين العظم من ورا، هولو متفرغه، دورسال انتروسيس سبيسز عشان ويستنج اوف ادكتور سوري اوف دورسال انتروسياي. ماشي، شايفين هنا حلوين ومالين الفراغ كده ما بين العظم ازاي اللي هم الدورسال انتروسياي، فدايما بتقارن ناحيه الهيلسي بالناحيه الديزيز. السنسيشن بقى اللي هتحصل للعيان ده وان ايه؟ والله بقى في نظريا وفي عمليا. نظريا لو اتقطع لك المنطقه دي كات ووند عند الليفل اوف ذا ريست وحصل لي انجري عند الريست، انا في عندي بالمر برانش بيطلع في الفور ارم، بالمر كوتينيس برانش بيطلع في الفور ارم بيغذي الميديال سيرد اوف ذا بالم اوف ذا هاند، وعندي دورسال كوتينيس برانش بيغذي المنطقه طبعا المشهوره بتاعت الالنر من ورا كلها. فانت لو قطعت ثيوريتيكلي عند الريست ايه اللي هيتفقد في الهاند؟ التيرمينال سوبرفيشال كوتينيس برانشز اللي رايحه للصابع، ونظريا يحصل لك سنسور لوس في صباع ونص من قدام بس لما بيتغذوا بالتيرمينال كوتينيس سوبرفيشال برانشز اوف ألنر. بس الكلام ده نظريا، لان في الكات ووند ذا ليفل اوف ذا ريست بيتقطع الالنر نيرف نفسه وجنبه على مسافه فيو مليمترز معدي البالمر كوتينيوس برانش اوف النر اللي بيغذي الميديال سيرد اوف ذا بالم اوف ذا هاند من قدام. فبيني وبينك دي غالبا الانجري بيكون النر نيرف انجري مع انجري اوف بالمر كوتينيوس برانش بتاعه، فيحصل لك سنسور لوس في الانتيرور اسبكت اوف ذا ميديال سيرد اوف ذا بالم اوف ذا هاند والانتيرور اسبكت اوف ذا ميديال وان اند هاف فينجرز. يفرق ايه بقى لو حصل الانجري يا جماعه عند الالبو؟ هتحصل نفس الديفورميتي، بس اتفقنا عند الالبو الديفورميتي هتكون اقل عشان باراليسيس اوف ذا ميديال هاف اوف فليكسور ديجيتورام بروفاندس اللي انسيرتد في التيرمينال فالنكس وبتعمل فليكشن للتيرمينال فالنجيز. العيان ده هيكون عنده باراليسيس، طبعا عنده باراليسيس للمسلز اللي في الهاند كلها زي الريست، ويزيد عليها بقى العضله ونص اللي في الفور ارم اللي سبلايد بالالنر نيرف. ايه العضله ونص اللي سبلايد بالالنر نيرف في الفور ارم؟ الميديال هاف اوف فليكسور ترام بروفاندس بارالايزد، وبالتالي في لوس اوف فليكشن اوف ذا ديستال فالنجيز اوف ذا ميديال تو فينجرز اللي هما الليتل والرينج. العيان ده وانا عنده باراليسيس للفليكس وكاربايل نيرز، واحنا عارفين الفليكس وكاربايل نيرز دي واحده من الاثنين مين فليكسورز اوف ذا ريست. مين هم يا جماعه المين فليكسورز اوف ذا ريست؟ فليكسور كاربايل نيرز وفليكسور كارباي ريدياليس. نبص نلاقي العيان ده هو لو جيت تقول له اتني ايديك تبص تلاقيه بيتنيها بصعوبة، بقى عنده weak flexion of the wrist، وما عندوش loss of flexion، لا عنده weak flexion لأن عنده الفليكسور كارباي ديالس فweak بس. أنا وفقدت واحدة من التو مين فليكسور هيبقى في weak flexion of the wrist. بس تنفرد بقى الفليكسور كارباي الناريس ده يا جماعة إنها بتعمل ulnar deviation of flexed wrist. يعني تقول العيان الاول اتني ايديك يعمل فليكشن للريست، وبعدين قول له خد ايديك بقى لجوه ما يعرفش يعملها، لان العضله الوحيده اللي تعمل النر ديفيشن اوف فليكسد ريست هي الفليكس كاربايل نيرس. ومحدش يقول لي طب ما الاكستنس كاربايل نيرس ورا سليمه، الاكستنس كاربايل نيرس ممكن تعمل لك النر ديفيشن لو الايد في النيوترال بوزيشن ما بين فليكشن واكستنشن، او لو الايد اكستندد تقدر تعمل لك النر ديفيشن. لكن في الفليكس دريست اللي يقدر يعمل لك النر ديفيشن والوحيده ان اكشن هي الفليكسور كارباي النيرس. فالبريس بتاعها تلاقي العيان ده عنده ويك فليكشن اوف ريست اند لوس اوف النر ديفيشن اوف فليكس دريست.
في كتب عندكم بتقول لكم العيان دون اما يجي يعمل فليكشن للريست هيحصل له راديال ديفيشن. هو عقلها بدماغه اللي كاتب الكلام دون ان الفليكس كارباي انالس ما دام بارلايزد يبقى الفليكس كارباي ريديالس وهي بتعمل فليكشن ريست هتاخد الريست في ناحيتها. حد فيكم والنبي كده يجرب يا جماعه يعمل راديال ديفيشن اوف ذا ريست. في النورمال الراديال ديفيشن اوف ذا ريست يا جماعه اللي هو الابدكشن ده ليميتد جدا، عشان زي ما انتم عارفين الاستايلوت بروسيس اوف راديوس طويل قوي. فالعيان ده كلينيكالي لو شافوا الناس اللي كاتبين الكلام ده والعيانين وبتاع كانوا هيعرفوا ان مفيش حاجه اسمها في الالنر نيرف انجري راديال ديفيشن اوف ذا ريست، لان اصلا الراديال ديفيشن ليميتد وما يبانش في العيانين دول. نبص نلاقي ايه العكس صحيح على فكره. لو حصل باريسس للفليكس كارباي ريدياليس في الميديان نيرف انجري العيان ده لو قلت له زق ايديه يعني يعملها اجينست ريزيستنس تبص تلاقي بيحصل له النر ديفيشن اوف فليكس ريست، لان النر ديفيشن اوريدي عندي الرينج بتاعه كبير ويبان ان انا فقدت الريدياليس فالالنارس ايه تعمل الكلام ده في الميديان نيرف انجري. لكن في الالنر نيرف انجري ما بيحصلش راديال ديفيشن ساعه الفليكشن اوف ذا ريست. طبعا السنسور لوس بقى في العيانين دول هيكون ايه؟ صحيح الويستنج اوف ماسلز هيكون هو طبعا اللي في الهاند، هيزيد عليه بقى ان انت هتلاقي في ويستنج على الميديال اسبكت اوف ذا فرونت اوف ذا فور ارم اللي فيه العضله ونص اللي فيه الفليكس كارباي النارس والميديال هاف اوف فليكسور ديجيتالام بروفانس برضه هتلاقيه خاسس قوي قوي بمقارنته اليمين للشمال. السنسور لوس بقى بتاع العيان ده خلاص بقى ده عند الالبو، فهنا بقى السنسور لوس كامل من قدام ومن ورا في الميديال سيرد اوف ذا هاند انتيرو اند بوستيرو والميديال وان اند هاف فينجر انتيرو اند بوستيرو. في شويه سبيشال تيست كده ساعات بيكتبوها في الكتب برضه حبيت اكتبها لكم. الادكشن اوف ذا فينجر لوست عشان باراليسيس اوف بالمر انتروسيال، دي بنقدر نعملها تيستنج بان انا اقول لعيان دون امسك الورقه دي جامد وما تخلينيش اخدها منك. فاما اجي كده شد الورقه منك هاخدها منك بصعوبه، وده دليل على ان انت الادكتورز السلام وطبيعيين في النورمال. العيان اللي عنده النر نيرف انجري وباريسز للبالمر انتروسياي بتاخد منه الورقه دي بدون اي مقاومه لانه ما يقدرش يعمل ادكشن اوف ذا فينجرز. التست ده يا جماعه اسمه كارد تيست فور ذا بالمر انتروسياي. ماشي، فالادكتور بوليسز الادكتورز اوف ذا فينجرز اللي هم البالمر انتروسياي ما يبقوا بارلايز ما يقدرش عنده وان يمسك ورقه بين صعبه. التست اسمه كارد تيست ومش مهم بالنسبه لطبعا طالب سنه اولى. نفس الحكايه قول عيان دون امسك الورقه دي ما بين صابعك وشدها منه. فالعيان دون خليته كده يمسك الورقه دي ما بين صابعه وما بين الصم والاندكس وقلت له ما تخلينيش اخدها منك واشدها منه. البني ادم الطبيعي يا جماعه زي ما انا رسم لكم كده كده ده الايد الطبيعيه بتمسك الورقه باي ادكشن of the sum بالادكتور بوليسز. طب لو انا بقى عندي على الناحيه الثانيه باراليسز للادكتور بوليسز همسكها ازاي؟ تلاقي العيان عشان يمسكها اضطر يروح عامل لك كده اهو مسكها باي فليكشن لان عنده باراليسز اوف ادكتور بوليسز. التست طبعا ده اسمه فرومنز تيست وللاطفال الصغيرين زيكم في سنه اولى ما يفرقش معاهم. فالعيان يقدر يمسك في الايد النورمال باي ادكشن عشان عنده ادكتور بوليسز وفي الايد البارلايزد اللي فيها النر نيرف الادكتور بوليسز بارلايزد فيمسكها باي فليكشن. دي اسمها فرومنز تيست فور ذا ادكتور بوليسز. ويبقى في الرسومات بقى بتاعتنا كده هون رسمت لكم دهون وجبت لكم الصور بتاعت النر بارادوكس السيفير انجري ات ذا ريست اكتر من الليس انجري البسيطه قوي اللي عند الالبو
و ده تيست فور ادكشن اوف ذا فينجرز، يبقى تيست فور بالمر انتروسياي. العيان ما يقدرش يمسك ورقه وتاخدها منه من غير اي ريزيستنس، دليل على باراليسيس اوف بالمر انتروسياي. وتيست للادكتور بوليسز، العيان ده في الايد الطبيعيه بيمسك الورق باي ادكشن ومش عارف يعمل ادكشن هنا فاضطر يمسكها باي فليكشن. طبعا ده تيستنج للابدكشن اوف ذا فينجرز، ابدكشن اوف ذا ليتل فينجر اللي هي الابدكتور ديجيتي مينيمي، وابدكشن للميدل فينجرز بالدورسال انتروسياي. ده تيست للابدكتور ديجيتي مينيمي الصباع الصغير بالدورسال انتروسياي، تقول العيان ابعد صوابعك عن بعض ما يعرفش يبعدها عن بعض. وده بقى السنسيشن بتاعنا، والرسمتين دول حلوين قوي للويستنج اللي حاصل في الهند بمقارنه ايد طبيعيه للايد البارالايزد واللي فيها ويستنج اوف ماسلز. واشهر حاجه واوضح حاجه واضحه هنا ان الدورسال انتروسياي ضايعه خالص، فبقى فيه هولو مقوره اهي كده، دورسال انتروسيس سبيسز باينه اوضح ما يمكن هنا، وقارنها بهنا. ماشي، ده الألنر نيرف انجري. ثانك يو اند جود لك.